انظر هنا لا تنظر إشارة ويمين عينك على صفر انت موحش عثتها الناقه اللي من حلال الشيابين ملكيات ابن دغيث الامنى وسمتها ملكيات ابن دغيث الامنى وسمتها انظر هنا لا تنظر يسار ويمين عينك على صفر انت موحش عثتها الناقه اللي مرحلة للشيابين ملكيات ابن دغيث الامنى وسمتها واسمه يخليها تباع ملايين ويخلي يبكر الجزيره تحتها تقول كان تحت شعثتها براكن لا شفت واسم لا يحم فرقوبتها لا شفت واسم لا يحم فرقوبتها تحالف ضد وراح محمل لا قالوا لما لك كيف فهمتها ما يعلمون ان ازدحام الميادان يحتاج سرد يركب رصهتها على سروج الخيل مثل الشياهين يا شين الحظ اللي يجي في جهتها تخضع لها حتى رقاع بالشياطين لزعزعت بين الجموع اهدرتها لزعزعت بين الجموع اهدرتها تنشاف في وقت المهمة وتبين وصبحت رؤوس الغزايا محتها عيال عدن يجعل القاسي يلين خلع على العطفة تعن نصبحتها تنشاف في وقت المهمة وتبين وصبحت رؤوس الغزايا يجعل القاسي يلين خلها على العطبة تعن نصبحتها خلها على العطبة تعن نصبحتها عيوض مخلف كل شيخ وحمر عين نوادر العصمة القصيد زهتها المرجلة والطيب والخلق والدين هذه عوايدها وهذه صفتها النافس وبمقوسة العرانين خلوا منافسها خلاف اغبرتها النفس اعتبه يذوق المرين يا كبره قوتها ومط يلبختها يا كبره قوتها ومط يلبختها انظر هنا لا تنظر يسار ويمين عينك على صفر انت موحش عثتها الناقه اللي مرحلة للشيابين ملكيه ابن دغيث الامن وسمتها واسمه يخليها تباع ملايين ويخلي يبكر الجزيره تحتها تقول كان تحت شعثتها براكن لا شفت واسم لا يحم فرقوبتها لا شفت واسم لا يحم فرقوبتها تحالف ضد وراح ومحمل لا قالوا لما لكيف وهمتها ما يعلمون ان ازدحام الميادان يحتاج سرد يركب رصهتها على سروج الخيل مثل الشياهين يا شين حظ اللي يجي في جهتها تخضع لها حتى رقاع بالشياطين لزعزعت بين الجموع اهدرتها لزعزعت بين الجموع اهدرتها تنشاف في وقت المهمة وتبين وصبحت رؤوس الغزايا محتها عيال عاد يجعل القاسي يلين خلع على العطفة تعن نصبحتها تنشاف في وقت المهمة وتبين وصبحت رؤوس الغزايا محتها عيال عاد يجعل القاسي يلين خلع على العطفة تعن نصبحتها خلع على العطفة تعن نصبحتها عيوض مخلف كل شيخ وحمر عين نوادر العصمة القصايد زهتها المرجلة والطيب والخلق والدين هذه عوايدها وهذه صفتها النافسة وبمقوسة العرانين خلوا منافسها خلاف اغبرتها من نافس اعتبه يذوق المرين يا كبره قوتها ومط يبختها يا كبره قوتها ومط يبختها